الصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أحبتي في الله وأهلا ومرحبا بكم، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله الطاعات. أسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا من المقبولين الذين عتقوا يا رب العالمين، وما زال ما زالت الفرصة أمامنا إن شاء الله. نحن لا ندري، أمامنا الليلة وليلة غد وبعد غد إن شاء الله، ما يدري أينا متى سيعتق أحدنا من النار. أسأل الله أن تكونوا جميعا إن شاء الله ممن عتقوا من النار. يا أحبة، هذه عندي قصة حصلت مع أحد الأشخاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أريد منكم أن تركزوا معي على قصة لنأخذ العبرة بعد القصة. شخص اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي، اللي هو زعيم دوس وقائدها شاعرها فارسها، جاء أيام الجاهلية في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما زال على الشرك والكفر، جاء ليحج كما هي عادته. أهل الجزيرة العربية كانوا يحجون لأصنامهم في مكة، ومكة كان حولها 363 صنما حول الكعبة. كانوا طبعا كما قال القرآن عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا صورة من صور الشرك. على كل، جاء هذا في ذلك الزمان العربي الفارس الزعيم الشاعر عابد الأصنام المشرك، جاء ليؤدي طقوسه الوثنية في مكة. فقبل أن يدخل ويقترب من الكعبة أمسك به زعماء وكبار قريش وحذروه وقالوا له: احذر. فجاء بعض زعماء قريش وحذروه. ماذا كان التحذير؟ انتبهوا، لا إله إلا الله، يقعد ماذا كان التحذير؟ التحذير: احذر، فقد خرج فينا شخص اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ساحر دجال أفاك كذاب يخطف الألباب والعقول، يضحك يدلس يلبس، تعرفوه، اشتغلوا كما يفعل الإعلام الغربي الآن والإعلام العربي ضد الإسلام والمسلمين. فعبؤوه وخوفوه وقالوا له: كلامه يسحر، ساحر 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 ساحر. هو يقول: فخفت على نفسي من كثرة ما عبؤوه ضد هذا الشخص المدعو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فوضعت الكرسف في أذني. الكرسف يعني بلغتنا القطن، تخيلوا، موطن الشهد سيأتي بعد قليل. قال: فوضعت القطن في أذني وأخذت أطوف حول الكعبة خوفا من أن أتأثر بهذا الساحر. قال: ثم، ها انتبهوا الرسالة الأولى الآن، ثم حينما فكرت بيني وبين نفسي فقلت: يا طفيل، يا طفيل، أنت شاعر قومك وزعيم قومك، أتخاف من شخص يريد فقط أن ربما يتحدث معك؟ كأن كيف نقول باللغة الإنجليزية لما واحد يخاطب نفسه من شيء يعني عيب عمله، بالإنجليزي بيقولوا shame on you، يعني عيب، عيب عليك، كيف تقبل لنفسك هذا؟ هذا في الخطاب الداخلي. قال: فأخذت الكرسفة من أذني ورميتها. بعد قليل طلعوا وهو يطوف، مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فوقف واستمع. بعد قليل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أسلم. زعيم ده أسلم. هي دقائق، من أنت، ماذا تقول، ماذا تقصد، كيف أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أسلم وترك مكة، عاد بعدها بفترة وقد يعني تسبب في إسلام قومه. موطن الشاهد يا أحبة، الرسائل التي أخذها من هذه القصة: أولا، لمن أحب أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، إلى من أكرمه الله بالدعوة إلى الله، الرسالة إليك: انظر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك من مكانه، لكن في مكانه كان يؤدي واجبه. واجبه كان فقط في ذلك الوقت أن يتحدث، لا كان في دولة إسلامية، لا كان في منع، ولا في جيش، ولا في جهاز إعلامي، ولا نهائيا، شخص فقط وحيد. إيش كان دوره؟ يبلغ، يتحدث. وأكبر ما كان يتحدث به وأهم ما كان يقول القرآن الكريم، كان يتلو القرآن عند الكعبة، وحوله الأصنام، وحوله الشرك، وحوله الوثنية، وحوله من قد يطوف عراتا. كانوا يطوفون بعضهم إذا أراد أن يتطهر من ذنوبه في الوثنية، كانوا يطوفون عراتا حول الكعبة، يعني حول النبي أرجاس وأنجاس وأوجاس وأوبهش. كان يؤدي دوره. ما هو دوره؟ كان يتلو القرآن، زي ما يعني إنجاز لي التعبير، الموجة شبكت مع الريسيفر بلحظة، فأصبح هذا الزعيم مسلما،
الرسالة الأولى إياك أن تمل أو أن تيأس من دوام أدائك لدورك لأنك لا تدري متى يأتي الغيث. تعليق إلى هلأ النبي ما كان يعلم بالغيب أن هناك زعيما قد جاء، ولم يكن يعلم أن كفار قريش قد تحدثوا معه، ولم يكن يعلم أنه وضع الكرسف في أذني، ولم كان يعلم كل هذا. هو فقط وجد شخص أمامه حدث معه دخل بالإسلام انتهى. طب ماذا حدث قبل ذلك؟ صاحب القصة والذي أخبرنا قالوا لي كذا، خفت من كذا، أغلقت كذا، فعلت كذا. في النهاية لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي دوره مستعدا حينما أزال العائق عن نفسه لما استمع بعيد الرسالة. كن دائما مستعدا، أدي دورك بالقدوة، بالتذكير، بالبشاشة، بالابتسامة، بالاستعداد، لا تدري متى يأتي الغيث. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية يا أحبة، نحن الآن نعيش في كثير من الأحيان شهواتنا، أهواؤنا تدفعنا إلى أمور، تحببنا بأمور، ونسمع بعضها عن أشياء فيها خير لكن لا نميل لها كثيرا. يعني اسمع لك محاضرة فلان، يا شيخ أنا أعرف شو بده يحكي، قال الله قال الرسول، عارفها كلياتها. أو اسمع لك الموقع الفلاني، يا شيخ كلياته كلام إصحاك، يعني قد ننفر. عرض نفسك قدر الاستطاعة لما قد يغلب على ظنك أن فيه الخير، لأنك لا تدري عجيب حجم الخير الذي سيأتيك. انظر هو الآن قال أنا ليش أخاف منه، زلمة يتكلم ما في شيء بضرني، ليش ما أسمع؟ مجرد عرض نفسه للسماع لشخص غريب عنه لكن كان في احتمالية وجود الخير، إذا به يسلم ويصبح من الصحابة وينجو بنفسه من الوثنية والشرك والجاهلية والعداء لهذا الدين إلى أن يصبح رأسا في هذا الدين. فتخيل رسالة لي، رسالة لك من وحي سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. والذي يهمني أكثر هي الرسالة الأولى، فلنبقى على ما نحن عليه ثابتين، صامدين، مداومين، لا نمل أبدا. التوفيق من الله، التيسير من الله، وعلم الغيب عند الله لا نعلمه. نحن نشتغل على قانون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. بهذا طبعا، وحتى لو لم يأتي أحد ولم يحصل شيء، وحاسب على نيتي وكأن كل شيء قد حصل. فعند من سنجد إلا عند الكريم مثل هذه العروض، إنجاز لي التعبير. جزاكم الله خير، تقبل الله منكم. Brothers and sisters, إن شاء الله after the fourth